اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي التوانسة الكل تقريبا حكاو في التقسيم الجديد. برشا الحقيقة الناس مش فاهمة ماذا بعد هذا التقسيم. كنا مقسمين إلى 6 أقاليم ولينا اليوم مقسمين إلى 5 أقاليم. كنا مقسمين البلاد على 2 ومن بعد على 3 على اليمين و3 على اليسار. توا ولينا بالعرض البلاد مقسمة. شنو اللي باش يغير هذايا؟ ماذا بعد تسمية هذه الأقاليم؟ مش تسمية، هو أقليم 1 و2 و3 دون أسماء الأقاليم. هل جيا نسميها أقاليم بالأرقام هكا مرقمة فقط؟ ثم ماذا بعد تسمية هذه الأقاليم أو الإعلان عن تقسيم هذه الأقاليم؟ مش نفهمه شنو اللي قاعد يصير. يحضر معنا في المباشر الأستاذ والباحث في القانون الدستوري أستاذ خالد الدبابي. مرحبا بك أستاذ، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مرحبا ومرحبا بالمستمعين والمستمعات نتاع ديوان افلام. شكرا لفضلك سي خالد، شكرا على قبول دعوتنا. اليوم تم الاعلان عن تقسيم البلاد الى 5 أقاليم جديده. ماذا بعد؟ شنو باش يغير ساعه في البدايه ثم ماذا بعد؟ هو في الحقيقه راهو ما نعرفش علاش العديد متفاجئين بهذا التقسيم، في حين انه الدستور نفسه، يعني دستور 2022، خاصة هذا الدستور مرفوخ بالمراسيم التي تم إصدارها في السنة الفارطة، مش في السنة الفارطة بقى إلى 6 معناتها بضعة أشهر التالي، الذي نص على تقسيم البلاد إلى أقاليم. لأنه هذا التقسيم هو تقسيم بخلاف أنه تقسيم ترابي، عنده أهمية تقنية من حيث معناتها تحديد عدد أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي ولينا نعرفوه توا، يتكون من 77 معناتها عضو، وخاصة هو معناتها يندرج في إطار معناتها الرؤية التي تضمنها الدستور وتضمنها المرسوم، خاصة الذي أعطى أكثر تفاصيل، رؤية وتصور خاص بمسألة اللامركزية. اللامركزية التي معناتها فيها رؤية جديدة تختلف اختلاف جذري عما كانت عليه اللامركزية في دستور 2014، خاصة هذه المسألة متاع التصعيد من الأسفل نحو الأعلى، يعني من المحلي إلى الجهوي إلى الإقليمي حتى نخلط للوطني، يعني الغرفة الثانية المتكونة بالمجلس والمتمثلة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. يعني نحن باش نخوضوا معناتها انتخابات، لكن هذه الانتخابات سيكون لديها استتباعات، يعني سيتم تركيز المجالس البلدية على المستوى المحليات، ثم المجالس اللي هي باش تطلع أو تؤدي معناتها أو تتمخض عن المجالس الجهوية، المجالس الجهوية ستتمخض عن مجالس الأقاليم، ومجالس الأقاليم معناتها وكل هذا السيناريو سيعطينا معناتها المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي هو الغرفة التشريعية الثانية للبرلمان اللي باش تنضاف للغرفة الأولى اللي تم انتخابها مجلس نواب الشعب. تقول لي أنت أما بعد، هو بخلاف المسألة التقنية والمسألة متاع التقسيم الترابي، معناتها مصطلح الإقليم في حد ذاته لوديستريكت، يعني معناتها هو مصطلح معناتها اقتصادي استراتيجي تنموي بخلاف الجانب التقني اللي حاولت في بعض البلدان الكبرى. البلدان الكبرى يبدا اقليم تبدا عنده عاصمه ويبدا عنده استقلاليه ماليه ويبدا عنده معناتها جزء من السلطه وغيره. هذا باش يكون موجود في تونس؟ مش يقول لي عندنا عواصم للاقاليم؟ لاننا في الدستور معناتها وفي النصوص التشريعيه المتعلقة بهذه المسألة معطات الصلاحيات السياسية للأقاليم وللمجالس الجهوية والمجالس معناتها البلدية المحلية، فقط هي صلاحيات إدارية، لأن الصلاحيات السياسية تمارس فقط حسب الدستور 2022 على المستوى الوطني. وهذا هو الفرق بين المثال التونسي أو التصور التونسي وتصورات أخرى مقارنة. أساسا كما قلت أنت، مثلا في إيطاليا أو إسبانيا معناتها الجهات لها استقلالية لا فقط إدارية بل استقلالية سياسية، لكن الفرق أنه هذه الاستقلالية السياسية أعطيت بنفس الدستور، يعني هناك مجالس تشريعية محلية وحتى سلطة تنفيذية محلية إلى غير ذلك من المسائل. هذا ما هوش موجود في تونس، لأننا معناتها الدستور كان واضحا الصلاحيات السياسية تمارس فقط من قبل الأجهزة السياسية المركزية، يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وكل هذه الهيئات التي سيتم تركيزها على المستوى
المحلي أو على المستوى الجهوي ستمارس صلاحيات إدارية بطبيعة الحال. معناتها هذا ما هو موجود معناتها في الوضعية التونسية الحالية. مش إيقاع تسمية عواصم للأقاليم، فما حديث أنه الولاية التي ستكون أقل فقرا هي الأكثر فقرا هي اللي مش تكون عاصمة الأقليم، هذا منصوص عليه في نص الدستور ولا مش موجود سي خالتي؟ هذا غير منصوص عليه في نص الدستور، هذا غير منصوص ايضا عليه في النصوص التشريعيه المنظمه للعمليه الانتخابيه، وبالتالي معناتها الحقيقه امر مستبعد. هو معناتها مساله الاقليم، انا تحفظي معناتها ساعه على مساله الاقليم، انه المساله هذه والتصور نتاع الاقليم هو نورمالمون يكون تتويج لسياسه تنمويه واضحه المعالم، لأنه نحن التوى ما نعرفوش شنو المعيار الموضوعي الذي تم بواسطته خلق مثل هذه الأقاليم الخمسة. يعني قلت لك شنو باش يتغير معناتها. ما عندها لا بروكسيميتي، ما عندها تيريتوريال، ما نعرفوش كيفاش تم معناتها التقسيم هذا أولا، وثانيا ما نعرفوش ماذا يوجد كأهداف من وراء هذا التقسيم على المستوى التنموي والاقتصادي، لأنه أنت حكيت على التجارب المقارنة. مثلا في التجارب المقارنة هذه الجهات مثلا الموجودة في إيطاليا أو في إسبانيا وغيره هي نتيجة معناتها تصور اقتصادي معناتها كامل وتصور اجتماعي وحتى ثقافي كامل معناتها. وشو اللي باش يتغير سي خالد؟ لأنه مثلا نحن في صفاقس الثقافية الاقتصادية الاجتماعية وغيره معناتها نحن في تونس مرة أخرى معناتها مثل هذا التقسيم يكتشفه الغموض، لا في مستوى النص أولا وفي مستوى حتى معناتها الخطاب الرسمي الذي لم يأتي بعناصر إضافية تنيرنا حول هذا التقسيم. هذا التقسيم هل سيغير ربما اللامركزية المقيتة اللي يعيشوا فيها برشا توانسة؟ لأنه اليوم مش معناتها أنت تعملي تقسيم جديد، تقسيم الإقليم الخامس مثلا، مواطن من تطاوين لازم يطلع لصفاقس باش ياخذ ورقة ولا يطلع لتونس العاصمة باش ياخذ ورقة، وأنت في الآخر عملوا تقسيم إقليمي، هل هذا باش يغير ربما باش يكون في أكثر قربا الإدارة للمواطن في الأقاليم، ولا ما تتصورش أنه باش يتبدل باش يكون مسار انتخابي لغير يعني؟ هو الحقيقة معناتها حسب رأينا سيكون معناتها مسار انتخابي لغير، لأنه راهو اللامركزية بصفة عامة هي كما قلت لك تتجاوز الجانب القانوني البحث الجاف. نحن مشكلتنا في تونس أنه منذ 2011 نعالج في المسائل بنصوص قانونية وتشريعية، وهذه النصوص القانونية والتشريعية لا تستند إلى تصور واضح على المستوى الواقع على المستوى الأرضية الحقيقية، وبالتالي معناتها ما تنجحش. هو في الحقيقة المسألة أخطر من هذا حسب رأيي أنا، تخليلي شوية وقت نفسر. احنا كلنا معناتها نتفقوا أنه اللامركزية في تونس في ظل دستور 2014 لم تنجح بعد انتخابات 2018 وتركيز المجالس البلدية، لكن عدم نجاح اللامركزية حسب رأيي لا يعود إلى أسباب قانونية أو دستورية. يعود إلى أسباب واقعية وأسباب تتعلق بالإمكانيات والموارد التي رصدت للبلديات، لأنه في العالم الكل البلدية لا يمكن أن تشتغل بطريقة فعالة إذا ما كانش عندها إمكانيات. نحن بلديات في تونس حتى لتنفيذ قرارات ما عندها بسيطة روتينية مثل قرار هدم وغيره ما عندهاش إمكانيات، لأنها لا تستند إلى جباية محلية مثلا، وتوفير الجباية المحلية تجاوز النص الدستوري أو النص القانوني مرتبط مرة أخرى بخلق الثروة، وكي نقولوا نحن خلق الثروة معناتها منوال اقتصادي واجتماعي وتنموي جديد وغيره وغيره، وهذا اللي خلى البلديات مكبلة بطبيعة الحال. زدت على ذلك عمرنا ما ننكر أنه الطبقة السياسية الرديئة اللي كانت موجودة معناتها في ظل المنظومة السابقة عكرت أكثر الوضع، المحاصصات التي كانت موجودة على المستوى الوطني في المجلس التشريعي في مجلس نواب الشعب هي بيدها كانت موجودة في البلديات، المستقلين زاد اللي ترشحوا معندها وفازوا بمقاعد في المجلس البلدي ما كانش عندهم الخبرة، ما غيروا حتى شيء. هذا لكن كلنا نتفقوا فيه، لكن أنه ما عندها ننطلقوا من هذا من هذا من هذا التشخيص نحو مغامرة سياسية مجهولة وغامضة مثل ما أتى بها دستور 2022 والنصوص التي طبقت في مستوى اللامركزية، هذا أمر سيكون حسب رأيي أخطر من اللامركزية التي عشناها في 2014، لأنه ما عندها هذا الدستور وهذه النصوص التشريعية هي راهي تكريس لما يسمى بمشروع البناء القاعدي بطريقة صريحة لمشروع يعني سياسي لرئيس الجمهورية. المشروع السياسي أحادي ماناش كلنا متفقين عليه،
خاصة أنه هذا المشروع ما عندناش معناتها تجارب مقارنة نجم معناتها نقيسوا بها فاعلية ونجاعة هذا المشروع، مشروع غامض، والبلاد لا تحتمل مثل هذه المغامرات السياسية. الوضعية الاجتماعية دقيقة، الوضعية الاقتصادية دقيقة، وضعية المالية العمومية دقيقة. هل أن البلاد في ما عندها مازلت نجم تتحمل مثل هذه المغامرات؟ وخاصة راه في الحقيقة أنه هذا المشروع وهذا التصور ينقلب على نفسه في الأخير، لأنه ما عندها شنو ما عندها كنا هالمشروع دائما في البداية قاعد شنو أن المؤسسات السابقة كانت تفتقد إلى المشروعية، أن المؤسسات السابقة لم تكن تعبر عن الإرادة الشعبية، وبالتالي وجب إيجاد تصور جديد ينطلق من القاعدة نحو الأعلى، ينطلق من الأسفل نحو الأعلى، ينطلق من المحلي نحو الوطني، وينطلق من الهدم نحو بناء مؤسسات جديدة وتصورات جديدة. لكن هذا ما هو صحيح برشا إذا نحن نحب نحلو، لأنه مثلا إذا نفسر بعجالة نشوف على المستوى الوطني، معناتها عضو المجلس الوطني للجهات الأقاليم اللي هو الغرفة التشريعية الثانية، كيف سيتم انتخابه؟ هل سيتم انتخابه بطريقة مباشرة من قبل الناخب التونسي؟ لا، سيتم انتخابه بطريقة غير مباشرة بعد ماراثون طويل وعسير من المراحل الانتخابية، لأنه الناخب التونسي وفق هذا التصور توفى المهمة متاعه في الانتخابات المحلية فقط في الـ بعد مجلس يولد مجلس، ينتخب مجلس بعد مجلس يولد مجلس. والأخطر أنه معناته هناك مسألة القرعة اللي هي تبتعد كل البعد عن الإرادة الشعبية والمشروعية الشعبية، تبتعد كل البعد عن معايير الكفاءة ومعايير العقلانية والنجاعة وغيره، وبالتالي معناتها المسار سيكون اعتباطي، والنائب الذي سيصعد إلى الغرفة الثانية السؤال المطروح لأنه بالحق مازال يمثل معناتها الناخب الذي أدلى بصوته في المستوى المحلي في المرحلة الأولى أم لا، وبالتالي هذا المشروع إن حاول انتقاد معناتها غياب المشروعية في المؤسسات السابقة حسب رأينا معناتها أدى إلى تصور أخطر بكثير من حيث فقدان المشروعية وفقدان معناتها المعايير الموضوعية ومعايير الكفاءة وغيره ونجاعة العمل السياسي في تركيز المؤسسات نتاعو، وهذا الأمر خطير وخطير جدا في الحقيقة حسب رأيي. باش نرجع لك أكيد في حصص قادمة باش نزيدوا نتقدموا أكثر ونزيدوا نفهموا المجالس هذه أكثر، لأن المواطن التونسي في حد ذاته اليوم مش فاهم المجالس هذايا ودورها وشنو باش يكون وغيره، لأنه يعني صباح بعد الإعلان نتاع رئيس الجمهورية على أنه باش تصير فما انتخابات مجالس جديدة، مواطن بحد ذاته مازالت المعلومة غامضة وماهيش واضحة بالنسبة له. كل ما يتقدم المسار أكثر إن شاء الله تكون معنا أكثر حاضر سي خالد حتى نتعرف أكثر ونفهم أكثر هالانتخابات هذية وهالدور هذية متاع المجالس. حبيت نشكرك جزيل الشكر أستاذ خالد الدبابي، أستاذ وباحث في القانون الدستوري، شكرا لك وفضلك ويعطيك الصحة على قبول دعوتنا لحضورك معنا. مازلنا في